الثاني الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج هذا لتدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة أكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات وبالأخص تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة سيد يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات. أهلا بك سيد نباش. شكرا جزيلا على الاستضافة. أريد أن نبدأ معك من آخر كلمة، بمنتوج أو بتزويده بمنتوج موثوق. والله احنا نتمنى ان شاء الله دائما تكون عندنا سياره نقولوش 100% اقل شيء 40-50% جزائريه، لان موش عيب انك تشتري المحرك من بلد والعلبه السرعه من بلد وكذا وتكون سياره عادي. مثلا المصنع اللي كنت نشتغل معاه كانوا المحركات يشتروه من بلد اسيوي يعني، والى يومنا عندهم قيل سنه من اللي بداوا فتحوا مصنع، بداوا 96 ضربوا قريب 30 سنه باش داروا مصنع كامل يعني 100%، ولكن هذا تدريجيا، ولكن كانت اراده يعني اراده وكانت مراقبه ومساعده. نعم، عندما اقول انه منتوج موثوق به في الجزائر يقدم للمواطن المستهلك، بما انه هل في او هذا دليل على انه ما كان موجود في السابق من سيارات للجزائريين غير موثوق بها او لا تحترم الشروط سلامه كما كان وكما كان يقال انه سيارات التي كانت تركب مثلا في الجزائر نسبه منها غير مطابقه للسلامه؟ نعم، الاغلبيه تاع السيارات التي كانت تركب هنا في الجزائر سياره غير مطابقه في اوروبا، يعني نهضر على اوروبا، في اوروبا لان امريكا لها خصوصياتها ومقاييسها الخاصه بها. نهضر اوروبا، مثلا السيارات اللي كانت تركب هنا ممنوع تمشي في اوروبا، ممنوع، كان سيارة مديورة كما يقال للعالم الثالث، يعني مصنوعة للعالم الثالث والذي نحن منه يعني. المفيد أنه تلك السيارة غير مطابقة ولمعايير السلامة، لمعايير البيئة، حماية البيئة، خاصة السلامة. سيارة كانوا كثير جزائريين توفوا بهم. يا أخي راك شفت واحد الخطرة درنا حصة أنا عندكم في شروق، يعني من الدرك الوطني الإحصائيات تاع تلك السيارات، تلك السيارات هي التي كانت مرتفعة جدا، مرتفعة في الحوادث، حوادث المرور، لأن كانت سيارة غير كي تعود تمشي 100-120 تصبح مثل الورقة، يعني خطيرة جدا. لا قدر الله اصطدام كأنك يعني حكمت صحن تاع السيراميك وكي تحكم الأرض راح تروح الموت، ما تسلكش منها الموت، فيهاش حتى حماية الموت. هل ستكون ربما بحسب اطلاعكم على محتوى دفتر الشروط الذي سيكون على طاولة النقاش قبل 22 جويلية على حسب أو على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الصناعة، أنه يجب وضع دفتر شروط مطابق، دفتر شروط مكتمل، دفتر شروط يعتمد على سلامة المواطن، على سلامة الزبون، على سلامة راكب السيارة، أيضا على لصالح وكيل السيارات الذي يستورد أو يركب هذه السيارات في الجزائر، يعني كله في النهاية يجب أن يكون لصالح المواطن. نعم، هي في الأخير لابد أن المواطن الجزائري يستفيد من سيارات ذو جودة، ما نقولش عالية، محترمة ومقبولة، جودة محترمة ومقبولة يعني، وبسعر معقول، وبسعر معقول في متناول الجميع. لأننا الآن والله في ظاهرة نراها، عندما أنا أسافر كثير في الوطن أشوف في بعض من المناطق والله العظيم أتأسف، يعني شوف سيارات خردة، يعني ماشي سيارات، مصيبة، كي أنت مازال 404 يعني تمشي خلاص تاع جدي، يعني نشفع عليه هذه سيارة قديمة، تلقاه مساكن ماشين ما عندوش الزجاج والبرد وداير قشابية ويمشي محلولة من تحت من فوق، يعني ما تحير. وهذه السيارة تمثل خطر على حياته وحياة المواطنين. تعرف كاين معلومة لازم الناس، كاين يقول لك زوالي، ولكن الناس لازم تفهم بأن السيارة كل ما يعني تصدت، يعني كل ما تزنجر كما نقولوا بالعامية، قد ما تكون هي لارو يعني مزنجرة والزنجير كلاها، قد ما تولي كيما ورقة، أي اصطدام صغير طبق تقتل صاحبها وتقتل الناس اللي معه. لكن هنا ربما دور مصالح الرقابه، رقابه تقنيه لتمد له هذا الرخصه باش يسير او تعطيه يعني تصريح باش يسير، والا على مستوى يعني المصالح الامنيه ايضا انه تشوف هذه السياره.
ما شوف نزيد نقولها لك، وزارة النقل اللي تمد الاعتمادات تاع مراقبة السيارات كونترول تكنيك لابد أنها تجهزهم مثل أوروبا. أوروبا عندهم آلة يدخلها لك في الحديد وتقول له نسبة التصديد، يعني نسبة للطوت على كما يقول لك تاع الزنجير فيها لاروي، يعني تأكد الصدى الصدى. إذا كان هي معمرة بالصديد يعني مصدى السيارة دي، يقول له هذه تروح للحجارة دي خلاص انتهت حياتها، ما تفوتش، غير مقبولة. كاين مقاييس ولكن وللأسف احنا في الجزائر ما عندناش. شوف تروح مثلا أي بلد في أوروبا، ما نسميش بلد، أي بلد تروح تدير يعني المراقبة التقنية يعني الكونترول تكنيك، يقيس لك الحديد نتاع السيارة، عنده آلة يحطها تعطي له المقياس شحال راهي فيها الصدى هذا لاروي، شحال فيها الصدى. إلى عاتم زنجرة قاعدتك وما تصلحش، يقول لك يا سي تفضل السيارة تاعك ديها المقبرة، مقبرة السيارات يذوبوها، انتهت حياتها، هذه السيارة ما نفوتها لكش. احنا ما عندناش هذا المقياس هذا، ولو كان يديروا هذا المقياس هذا هنا عندنا في الجزائر صدقني يا يقول لك يا غير بالك 60% تاع السيارات كل يدخلوا الحجار، يذوبوهم في الحجار والله العظيم. يعني خلاص لماذا؟ لأن عدم وجود تلك السيارات الجديدة غير موجودة في السوق الوطنية، والناس الله غالب راهي ترقع وتصبغ الشكل الخارجي تلقاها مدهونة جميلة، ولكن الداخل راهي ميكولة كلها. نعم، في اعتقادك أنه دفتر الشروط الجديد هذا الذي سيكون ربما مشدد أم مخفف من ناحية تركيب السيارات، من ناحية استيراد السيارات، من ناحية المبالغ المساهمة، مساهمة المستثمر، يعني كيف يتم ربما الاتفاق مع الشركة الأجنبي؟ يعني ربما نريد معرفة بعض جوانب هذا دفتر الشروط، أو كيف يتم إعداد دفتر الشروط. والله احنا تمنينا لو شاركونا، وللاسف وزاره الصناعه ما نادتناش وطلبنا منهم نشاركوا، ما حبوش يسمعوا لنا، داروا دفتر شروط وحدهم. احنا عندنا يعني اشياء تسرب من هنا ومن هناك، ولكن احنا ما شاركوناش. مفروض احنا كمتعاملين في ذلك الميدان، احنا اللي في الميدان يعني في التيرا، مفروض يشاورونا، يكلمونا، يقولونا واش رايكم في هذه، واش رايكم. هما خذوا بالمبادره لحالهم، خرجوا دفتر شروط، مازال ما خرجش الاعلان، يخرج بالك يوم الاحد ان شاء الله. ولكن المعلومات اللي عندنا بعلاقاتنا يعني مع وزاره الصناعه، كاين اشياء ثاني تعسفيه، مثلا يقول لك لازم تكون محل في 30 ولايه الضربه الاولى نهار الاول تكون حال. دو كيفاش تكون حال؟ نحل انا ولا يكون عندي وكيل معتمد انتم؟ فهمونا. هذا جانب من الجوانب. هذا كاين عده اشياء، وخاصة المشكل الذي وشف عليه ان نديروا عليه حصة، ويجي اليوم نديروا عليه حصة بعد صدور دفتر الشروط. خلينا من الجهة التقنية، مشكل البنوك. نحن المتعاملين سنواجه مشكلة كبيرة مع البنوك. أولا المرسوم الذي مضاه ويحيى الذي يمنع البنوك بيع السيارات بالتقسيط المستوردة، أقول المستوردة يعني اللي راح نجيبهم احنا، إلا السيارات المنتوجة في الجزائر. هذا مرسوم بلا وساه ويحيى، ومراه سير التفعيل راه موجود، راه موجود ويطبقوه وراه مطبق. صباح برك كنت في البنكة نتكلم مع، قلت له العشيه نفوت شو، قال لي من فضلك يرحم والديك بلغهم لماذا تحرمون البنوك من تقديم يعني هذا الامر كان في بدايه معلومه انه في البدايه هو تشجيع لعمليه بين قوسين تركيب ومصانع تركيب السيارات التي كانت موجوده في الميدان، يعني في ضمان لمبيعات تلك المصانع. نعم. ضمانات المبيعات. معليش الان ما كانش هذيك المصانع تقريبا، ما كانش، ما بقاش. اذا ستكون السيارات المستورده. السيارات كيف كانت هذه العملية في السابق؟ يعني عملية استيراد السيارات عن طريق الوكلاء، الوكلاء يتعاملون مع البنوك، والبنوك تقدم سيارات بالتخفيض بالتقسيط للزبائن. نعم. كيف كانت تتم هذه العملية؟ مثلا نعطيك مثال، كاين بنك كنا نتعاملوا معاه وما زال يتعامل هو البنك، يجي يشري 1000 2000 سيارة على كل متعاملين يشريها، أي عنده تاعو شراها على المتعامل، وأنت كموظف عند تحب سيارة تروح للبنك تتوجه تدير ملف على حساب كما نقولوا الشهرية تاعك وكل شيء، يشوف يقول لك تدفع مثلا 5000 دينار في الشهر ولا 10000 دينار في الشهر ولا كل واحد كيفاش على حساب المفاهمة تاعو مع البنك، ويسلم لك السيارة بالتقسيط. أنت تدفع هذيك 40 مثلا، السيارة كانت تدير 170 180 تدفع 49 40 مليون وتدي سيارة جديدة، والباقي بالتقسيط مدة 36 شهر. كاين كل واحد كيفاش
يتفاهم مع البنوك. المدة كانت 5 سنوات. إلى 5 سنوات نعم، وهذا شيء مقبول وهذا شيء طبيعي، العالم كله يمشي هكا. أنت كموظف، أنا نأخذك مثال، أنت كمواطن جزائري شاب حب تعيش، حب تشري دار، حب تشري سيارة، حب تشري شومبرا كوشي، حب تشري فريجيدار، حب تشري آلة الغسيل، هذو قاعد تقدر تشريهم بالتقسيط، بالتقسيط وتتفاوض مع البنك، البنك تشريهم لك وتبيعهم لك عن طريق المرابحة. هي أصلا جانب آخر لسير السيولة المالية بين البنوك، إيه؟ وإدخال أيضا حتى قيمة من الأرباح للبنوك، يعني كل هذه، وهذا تشجيع الاقتصاد، تشجيع خاصة الأشياء اللي مصنوعة هنا، تشجعها بهذه الطريقة، تشجعها وتلبي رغبات، ومشي تلبي يعني أشياء المطلوبة من عند الشعب. الشيء الإنسان ما عندوش سيارة، يسكن في جبل في باثنة ولا في أضرار ولا في كاش جهة، لازم له سيارة، لازم له السيارة. غدوة يمرض له واحد من العائلة تاعو، راح يعيط للصامي، هو راه موجود في أوراس ولا موجود في بشار. يعني كنا حتى في السابق كنا نلاحظ بعض التصرفات السلبية للأسف، أنه حتى هذه الشركات أو الوكلاء الذين كانوا يركبون، بعضهم كانوا يركب السيارات هنا في الجزائر، كانوا يقومون ببعض التحايل، كانوا يقومون أيضا ببعض الممارسات. شاهدنا الكثير كان ينتظر 4 أو 5 أشهر لاستلام سيارته، يعني كانت هناك أيضا تجاوزات في هذا الملف. شوف كما يقول لك، ربي خلق وفرق، ربي سبحانه خلق الإنسان وفرق، كاين ناس من ناس، كاين ناس نزهة ويكونوا مادام كاين كاين سجن، كاين بندية كما نقول، كاين متعاملين نزهة ونظاف والناس تخاف ربي وتطبق القانون وتمشي كما ينبغي وتحترم الزبون تاعها وتسلم له السيارة حتى ولو كان تعطيلة ولا حاجة، تكلم مع الزبون تاعها وبالوثائق، باخرة تأخرت شوية، صبر 15 يوم، عندنا مشكل في السيارات في الجماري، كاين وثائق ما لحقت، يصراو مشاكل هذا، هذو يصراو، ولكن كاين حوار بين الزبون والمستورد، كاين حوار. سيدنا باش أكون صريح جدا يعني معك، يعني ربما في نقطة مهمة، لما كان الوكلاء في الجزائر هم من يبيعون السيارات مباشرة قبل استحداث هذه الشركات أو هذه المصانع لتركيب السيارات في الجزائر، كان هناك ما يطلق عليهم بالسماسرة، وكلاء السيارات يبيعون السيارات للسماسرة، والسماسرة يبيعونهم، يعني من غير معقول أنا نروح نشري من عند سمسار ومباشرة نروح نخرج بطاقة رمادية من عند الوكيل، يعني هذا ضرب للقانون أيضا. هذه شوف نقول لك حاجة، الشيء اللي راك تكلموا كاع كاين، وهذا الشيء عندما توقف استيراد السيارات من الخارج ابقى يعني عند اصحاب المصانع، ما جعل الاسعار ترتفع. نعطيها لك وخذها من عندي، هذا سكوب نعطيه لك. شوف، وهذه من عند اصحاب المصانع، كاين عندهم بزنسيه اللي تهدر عليهم، يروح للمصنع تاع فلان اصحابهم راهم في السجون دوك، يشري عليهم ديريكت 100 سياره، يعطيه شكاره، يخلصوا 100 مليار ولا شحال ما نعرف انا شحال، يخلصوا نورمال، يخلصوا يديهم بالسعر منخفض. عنده شباب يخرجوا كل جمعه راهم في السوق تاع الصيف، راهم في السوق تاع تيجلابين، راهم في السوق تاع قسنطينة، عنده ناس مختصين يجيو يدو وحده تشري يا عمو سي بون كذا، يجيبوها لك للدار، يجيب لك لاكارت جون يعني البطاقة الصفراء فارغة. نعم، أنا يكتب لك، قلت بطاقة رمادية قبل قليل، لا 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 مازال يكتب لك اسمك، يكتب لك اسمك نورمال، ومن بعد اسبوع يجيب لك الملف تاعك تروح تخرج السيارة كأنك أنت اللي تنقلت للجزائر العاصمة بقسنطينة وديتها وشريتها، وأنت راك دافع عليها 30 مليون زيادة ولا 40. يعني ولا أين هي الرقابة من كل هذا؟ الرقابة هذه وزارة التجارة لازم تراقب، وزارة التجارة هذه خدمة ماشي وزارة الصناعة، هذه خدمة وزارة التجارة اللي تراقب. بصح هذه لماذا؟ لماذا هذا المصيبة هذه وقعت؟ وقعت المصيبة لأن الناس اللي كانوا اللي منعوا استيراد السيارات، لو كان خلاو السيارات تدخل كان يكون الاختيار مثلا، واللي كانوا يركبوا السيارات كانت السيارات تكون ارخص من السيارات المستورده، لان السيارات المستورده مضروبه بالجمارك، فيها جمارك وفيها رسوم، فيها رسوم، اذا الثمن تاعها يكون غالي. اما السيارات اللي مفروض مركبه في الجزائر معفيه من الضرائب، معفيه من الجمارك، معفيه، مفروض تكون رخيصه، اذا المفروض هذه السيارات اللي تتباع. احنا العكس اللي وقع، العكس اللي وقع. وهل سيتم الانتباه لهذه المفارقات؟ شفت رجعت لكلامي، عندما لا يستشار اصحاب المهنه، لا يستشار، هذه المشاكل اللي نوقعوا فيها. لو استشارونا يعني قالوا لنا، سقساونا، جو كلموا معنا، قالوا لنا يا جماعه راح نحبين نخدموا كذا، ما هي افكاركم، واش تخموا، احنا نبهوهم، ردوا بالكم الدوران هذا كاين في حفره هنايا، هاي ثغره هنا يقدروا يستغلوها. احنا نعرفوا، احنا في الميدان، فهمت، احنا في الميدان نعرفوا كاع الخبايا تاع المشكل هذا، الميدان هذا منين يقدر الواحد
واحد يقدر يسكي كما يقول بالعاميه يسكي في لهم ولا حاجه. احنا ما عرفوا هذا الشيء هذا، احنا نقدروا نخبرهم. حلاله هما قاعدين في المكاتب ويفكروا باللي يعرفوا كل شيء على المجتمع، هم غلطين. المواطن في وقت مضى كان قاد حملات لتوقيف او شيء اقتناء هذه السيارات، لكن خلاص تفضل حملة أخرى أيضا مع اشتراك بحماية وجمعية حماية المستهلك، لكن هل في اعتقادك جابت يعني حقها أم كانت فقط مجرد شعارات؟ لا لا صح جابت حقها، وقت معين جابت حقها، لكن الأسعار لم تنخفض. لا لا انخفضت واحد الوقت، انخفضت واحد الوقت ولا انخفاض انخفاض 40 ألف دينار و 50 ألف دينار. لا 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 نزعت 50 مليون، كان حبطوا ب 50 مليون. معناتها كان الربح نتاع كان الربح يا الربح بكري، وانا نقول لك 200 كان متعامل، كانت السياره تاعو يبيع فيها 500 لكش 560 مليون، درنا له الحساب ما استقاملوش يا ربي 25 ألف اورو يركبها هنا سياره بون نقول لك المانيه، كان حسبنا له الربحه 260 مليون نظيفه، يركب ربعه في النهار عنده مليار. السيد شرى طياره، السيد خلخل صافا شرى طياره، يركب اربع طوموبيلات يركب لهم رود، عنده مليار في النهار، في النهار يدي 260 مليون ربحه 200 في الطوموبيل. هذا نقول لك بلا ما نقول لك السياره تاع مليار اللي كان زعما تركب هنا 500 800 600 هذوك ما نهضرلكش عليهم، فهمت؟ ما يخلي لك كلش مغموض. كيف انت سياره معفية من الجمارك، معفية من الضرائب، الهونغار يعني المحل هذا كله مدته لك الدولة بالدينار الرمزي، وانت تبيع فيها بسعر جنوني، تدي فيها 200-300 مليون طوموبيل. ورانا رايحين، هذه مدينة هضرنا عليها صافي لونتو. وكيف سيكون التعامل مع الشركة الأجنبي في ظل القوانين الجديدة؟ الشركة الأجنبي لابد أن يحترم قوانين الجمهورية، هذه هي. كاين قوانين وما داروا له في الدفتر الشروط، انا على بالي باللي داروا للشريك الاجنبي عنده 49% تاعو يقدر يخرجها بعد دفع الجمارك ودفع الجمارك الضرائب وكل شيء، يعني يكون صافي الارباح تاعو يقدر يخرج 49% من المبلغ اللي عنده. هذه باينه وواضحه وضوح الشمس، ما كانش اشكال فيها. ولكن الشريك الاجنبي عندما هذه نهضروا على المبيعات على شركه البيع، أما الشريك الأجنبي الذي يشارك في تصنيع السيارات لابد أن يأتينا بتكنولوجيا نريد تانيك، نريد قطع الغيار، ونريد أن يأتي بالممولين يعني للفابريكون تاع الصناع تاع قطع الغيار إلى الجزائر. لماذا؟ شوف احنا لماذا نركز دائما نفكر بأننا عندما نقول قطع الغيار نفكر مصانع التركيب. كاين سوق جزائرية موجودة، رانا مليار ونص دولار نخسروه هي سنويا يا أخي العزيز، مليار ونص. يعني حتى السيارات موجودة، السيارات الموضوعة في السير في طرقاتنا أنه تحتاج إلى قطع غيار. نعم بغض النظر عن خلينا من التركيب، قطع الغيار التي تستعمل لي أو الإدماج الصناعي في هذه المصانع، لأن هناك سيارات تسير تحتاج إلى قطع غيار يعني جديدة ودائمة يعني في كل متواصلة، لكن دائما نجدها متوقفة في على مستوى الميناء. شوف عندما كانت العصابة في الأول وما كانت عمدا سياسة عمدا باش يستوردوا باش يبقاو يستوردوا العملة صعبة تخرج. دوك جا الرئيس الحمد لله عندنا رئيس راه دار سياسة قال لك دبروا راسكم أنا نحب قطع الغيار تصنعوه في الجزائر. ولكن حنا نقولوا لهم يعني للناس هادو ماذا بينا المسؤولين الصغار هادو اللي في الولايات وكذا ما يعرقلوش المستثمر يسهلوا له الامور. هم عندهم توجيهات تاع الرئيس، عندهم حمايه الرئيس، قال لهم روحوا اصنعوا لي غلبوني بالصناعه، غلبوني قنعوني بالصناعه، اصنعوا لي قطع الغيار نرحب بكم ما يمسكم حتى واحد، ولكن خدموا في اطار القانون في اطار الشفافيه وعاونوا الناس. كاين ناس مخلصين حابين يخدموا في هذه البلاد وحابين يخدموا اولادنا الشباب ولكن يعرقلوا فيهم. نقولها لك يعني انا عراقيل كبار انا نلقوا فيها في الاستثمارات خارج في الولايات اخرين، والله كاين مشاكل كبار، كاين مشاكل كبار. وللاسف قلت لك يعني مثلا نعطيك مثال، كنا حابين هالطروحات نهضروه مع وزيرنا تاع الصناعه، راه خونا ونحترموه ونعزوه، نهضروا له هذه المشاكل. ما تقدرش على بالك الان تروح للوزاره الصناعه ما يستقبلوكش، على بالك دايرين بارير في الباب، تجي تحط بريه وتروح ما تدخلش، ما كاينش اللي يستقبلك، ما كاينش اللي يستقبلك. لما نحكي انت يعني كاين اشياء لازم اعاده النظر. احنا المشكل تاعنا الجزائريين نهضر يعني الجزائريين ما نتفاوضوش بيناتنا، ما نهضروش بيناتنا، هو المشكل. انت مسؤول، انا مواطن، اسمع لي، عندي انشغالات، اقنعني حتى ولو كان ما عنديش الحق، ما
عنديش الحق معليش نقبلها. قال يا أخي العزيز يا أخي المواطن، هاو القانون واش يسمح لك أو ما يسمح لكش القانون. أما إذا كان يسمح لك القانون أنا نوقف معك، أنا إنسان مواطن مسؤول جزائري، راني هنا لحماية مصالح الدولة الجزائرية ومصالح الشعب الجزائري. هكذا لازم تكون العلاقات ما بيناتنا بين الناس المسؤولين والمواطن. الأمور تشوف كيف تمشي، تمشي روعا بعد. طيب نتكلم هنا عن مصلحة المواطن، مصلحة الزبون، مصلحة العليا للبلاد، اقتصاد البلاد. نقطة أخرى مهمة سيد نباش، أنه مصلحة وكيل المعتمد أو الوكيل بيع السيارات. نجد دائما، ربما أنت رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، لديكم نقائص أو أنتم مثلا تشكو من نقص بعض، نتكلم الآن على بيروقراطية في الإدارة، بيروقراطية في التعامل مع ربما من وإلى عن طريق الموانئ، ربما في عن طريق البنوك أيضا. يعني هذه المشاكل ألن تؤثر على السعر الذي في حالة ما يتم فتح استيراد السيارات وأنتم تقومون بهذه استيراد السيارات، ألن يكون مشكل في السعر أيضا؟ هل تعدون المواطن أن يكون سعر معقول، سعر في متناول الجميع، أو أننا نقول في متناول الجميع كل من على حسب قدرته؟ شوف نعطيك مثال. عندما أنت، أنا جبت مثلا سيارات، أنت تعرقلني، أنت مسؤول تعرقلني في الميناء، تخلق لي مشاكل تبع مليح، تخلق لي معراقيل، صعبها في الوثائق. سيارات راهي متوقفة في الميناء يومين، ندفع الباركينج تاعهم، يعني ندفع أموال كبيرة هناك، تعرقلني 10 أيام حتى الشهر، صرا لي ندفع مثلا مليار تاع البورة. صراحة كي نخرج من ندير حساباتي أن هذيك خسارة ليا، يخلصها المواطن. ما نكذبوش، ما نكونوش كذابين. إذا كان صح يا مسؤول تحب المواطن، نقص المتاعب علينا باه، حنا ما نزيدوش في الأسعار. أنا لا مارش تاعنا اللي عطيتها لنا الدولة ندوها. دوك كل شيء في الأسعار، حنا نطلعوا السيارة هذه لحقتها الشحن نتاعها شحال، هاو الميناء فيه الدراهم، ومن بعد تجيبها بالشاحنة إلى العاصمة ديال قسنطينة ديال أضرار ديال بشار ديال طامن راست ديال كل الولايات. هذا النقل هذا يسوى دراهم. نقصنا أقل شيء، نقصنا في العراقيل. طيب نتمنى أن تكون هذه النداءات تصل إلى المسؤول المباشر لهذا الملف. شكرا جزيلا لك سيد يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام، مظاهر نيوز متواصلة، فاصل ونواصل.